بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. ربنا راجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وزدنا من الحكمة ما يجزينا عندك، وباركنا في سعينا وجعلنا نقول قولا حسنا نرضيك به، آمين يا رب العالمين. أما بعد، رب سبحانه وتعالى يقول فيما يخص قارون وابن قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. أي نحن من الإحسان الآن لأنفسنا، هل أحسننا لها أم لا؟ لوالدينا هل وقع هذا الإحسان حقا؟ هل بقي في مستوى العقل أو مستوى النطق فقط؟ بالنسبة لإخواننا في الشرق والغرب، هل سواء كان إخواننا في الإسلام أو إخواننا في الإنسانية، هل أحسننا إليهم وتمنينا لهم كل حسن وكل فلاح وكل نجاح؟ وهل ذريتنا جاءت عن طريق الحلال؟ وهل أطعمناها إطعاما روحيا وعقليا وعاطفيا وماديا واجتماعيا أم لا؟ وقولوا الناس حسنا، يعني هل خطابنا للناس فيه ما يفيدهم؟ وقولوا الناس حسنا، والكلمة الطيبة هي تكاد تهجرنا، والعفو وعفو واصفح وقل سلام. أين هذه الخصال التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتكون المزيان اليوم يبر والديه، وتعرفوا البر من جملة ما يحقق هو أنك صلت الرحم. يا رب سبحانه وتعالى قال بشأن ما قال، وثم ما تنساوش أن يحسن والديه ويعرف شيء ويعاشرهم الدنيا معروفا. يعني ربما تأل سكرك الموت، لأنه ربما كما صار بعض الصحابة الكرام عليهم السلام، كان روحه ما تتردد بين الخروج والمكوث. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حكمة أعطاه ربي وفتح لي أعطاه له صدره، فهم أن الرجل هذايا ربما عنده بينه وبين والديه حاجة، فدعا أمه. ربما والده استشهد ومات كافر الحاجة، استدعى أمه فظهر أنها لم ترضى عنه بسبب الأسباب. فحين من النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة رضي الله عنهم عملوا ما واجبهم من إصلاح ونجحت العملية، ملا توفاه الأجل لخرجت روحه بسهولة، فكان الناس اللي خلصوا روحهم سكرة الموت. وما أدراك من سكرة الموت؟ نسأل الله السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه.